بنصبح على حضراتكم من جديد، اهلا بيكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركله البدايه. أهلا بكم من جديد. امبارح استقبل مطار القاهرة الدولي بعثة وفاق سطيف الجزائري لمواجهة فريق النادي الأهلي على استاد الأهلي والسلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت اللي جاي في حضور 20,000 مشجع. وطبعا الأهلي هيكون بيواصل تدريباته على ملعب التتش عشان يستعد للمباراة، والفريق خاض تدريبات في الجيم، وبعدها عقد بيتسو موسيماني المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين عشان يشرح لهم الجوانب الفنية والخططية الخاصة للمباراة. بعد المحاضرة الفريق خاض فقرة إحماء في بداية التدريبات تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال. رابطة الأندية المحترفة اللي بتدير مباريات الدوري المصري أعلنت اختيار أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك كأفضل لاعب في الجولة رقم 17 بعد ما خطف هدف الفوز على إيستن كومباني في المباراة اللي فاتت. كمان النهاردة لاعبي الزمالك هيخضعوا لقياس وزن قبل التدريب بعد عودة الفريق للتدريبات، خصوصا ان البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق قرر انه يرفع الحمل البدني في التدريبات بشكل تدريجي لغاية ميعاد مباراة الزمالك وانبي. ونتحول بقى عربيا، وتم تتويج فريق العين بكاس رابطة المحترفين الإماراتية على حساب فريق شباب الأهلي دبي بنتيجة 5-4 بضربات الجزاء بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في مباراة كانت كبيرة. المباراة دي جمعت الفرقتين امبارح على ملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة في المباراة النهائية للنسخة رقم 14 للبطولة. نتحول بقى للكرة العالمية، وفريق ليفربول الإنجليزي اللي أشاد بنجمه المصري محمد صلاح بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وده طبعا بعد ما صلاح قدر يقود فريقه للنهائي للمرة العاشرة في تاريخ الريدز بعد الفوز اللي حققوه على فريق فياريال بنتيجة 3-2 في المباراة اللي اتلعبت يوم الثلاث اللي فات على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات لقاء العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. كمان الدولي الهولندي فان دايك أعرب عن فخره الشديد بالتواجد بين صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بعد تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا. فان دايك قال: بنتمنى التتويج بلقب دوري الأبطال، والنهائي أكيد هيكون في صعوبة الكابوس. وفريق ريال مدريد اتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في مباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات لقاء العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. احنا شفنا أهداف المباراة اللي ظهرت عن طريق رياض محرز في الدقيقة 73 لصالح السيتي، وبعدها سجل رياض البرازيلي رودريجو هدفين، وكريم بنزيما في الدقائق 90 91 و95 على التوالي. الوقت الأصلي انتهى بين الفرقتين بتقدم ريال مدريد بنتيجة 2-1، وده طبعا اللي دفع الطرفين انهم يحتكموا للأشواط الإضافية. شفنا هدف كريم بنزيما من ضربة جزاء، وبكده الريال ضرب ميعاد مع ليفربول يوم 28 القادم على ملعب دي فرانس في العاصمة الفرنسية باريس، وده هيكون النهائي التاني بينهم بعد اللقاء الشهير اللي جمعهم في 2018.
أخبارنا الرياضية خلصت، خلينا نرجع لمصطفى والجمانة نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير.